يعطيك العافية. شكرا. على وين يا شباب؟ هلا والله طال عمرك. تبين أطلب لك شيء؟ لا 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 استريح ونتفاهم. أنا جاي بقول لكم شغلة واحدة، أبيكم تشيلون أي رد فعل انتقامي من روسكم على فهد. هذا الجوال الجديد وخط مفتوح وضبطته لك. يعطيك العافية مهند. اصبر جوالي دق. هلا يبا. مهند وينك الله يصلحك؟ أنا ما قلت لك لا تتأخر، بعدين أنا طلعت أدور عليك ما لقيتك الله يهديك. آسف يبا، بس رحت مع جارنا الجديد فهد أشتري له جوال وراجعين. فهد جارنا الجديد؟ وين فيه فهد ذا؟ وش ذا الفهد؟ أقول مهند تجي هالحين وتعلمني والسالفة هالفهد هذا. أخلص يلا. سم يبا دقايق وأنا عندك وبجي أعلمك السالفة. مع السلامة. كان الواد معصب يا مهند. أكيد بيخاف علي. إيش رأيك تجي معي نشرح له؟ ما عندي مانع. فكرة. يلا. جاي بقول لكم شيء. أبيكم تشلون أي رد فعل انتقامي لفهد. لأني باللحظة هذه ما راح أتفرج تراي. ما فهمنا يا طويل العمر. اللي بقول لكم إياه أبيكم تشلون فكرة الانتقام من روسكم من فهد. لأني راح أتدخل وما راح أوقف متفرج. أنا ماني بفهم عليش تتكلم طال عمرك. أنت تدري وش أقصد. وبعدين ترى الموضوع صار قتل خطأ. وأعتقد أنكم أخذت تودية. صح أنها تأخرت 20 سنة لكن أهل الخير ما قصروا. معليش طال عمرك، بس تتوقع أن الدية راح تعوضنا السنين اللي عشناها بدون أبوي بسبب واحد مستهتر مثل هذا؟ يعني كلامي طلع صحيح. اسكت يا الهدر. سام طال عمرك شو المطلوب منا الآن؟ مثل ما قلت لكم أي حركة على فهد سواء مضايقة ابتزاز راح تدخل. راح أوقف وجيهكم لأني رجل القانون. إحنا بدورة تحترم القانون. ما راح أنتظر اللي نسوون. أعتقد كلامي واضح ووصلكم. هلا حياك الله. هلا فهد. طال عمرك، هذا خط الجديد. بكرة إن شاء الله على موعدنا الصبح. تأمرني بشيء؟ لا لا أبد، ما بي منك إلا سلام. طيب طيب خلاص بخزن الرقم عندي إن شاء الله. في أمان الله. وأنتم الاثنين ترى جيت تكلمت معكم كل هدوء. المرة الثانية ما راح يكون في أي كلام، راح يكون في تصرف، والتصرف ما راح يعجبكم. السلام عليكم.